اهلا وسهلا بكم والدنيا ملك ايديكم مع قناة سبت البيت. الدنيا حقيقي منورة بيكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل طاجن سمك وهنعمل جنب منه سلطة الطحينة. هتقولوا انت كل مرة بتعمل سلطة الطحينة، بس انا هعمل لكم سلطة الطحينة النهاردة بشكل جميل. احنا ممكن نعمل، احنا قلنا اتفقنا مع بعض قلنا ممكن نعمل حاجة كذا مرة، بس طريقة التقديم بتاعتها، طريقة الاعداد بتاعتها مختلفة. يبقى احنا كل مرة على اقل تكلفة بنعمل حاجة شكلية حلو. نبدأ ونقول بسم الله. عندي سمك بوري، عندي بالنسبة للتتبيلة بتاعته عندي شبت وعندي بقدونس وكزبرة مع بعض، في عندي توم، عندي عصير ليمون، عندي بالنسبة وفي بطاطس، طماطم، فلفل حامي وفلفل ألوان. المتاح عندنا كله هنشتغل عليه. نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة عايز أحضر التتبيلة بتاعتي. التتبيلة بتاعتي هتبقى عبارة عن إيه؟ اجيب، ممكن اعملها في الخلاط اسهل لي. بسم الله. اجيب شوية من الشبت، مش هنزل بيه كله برضو وهتعرفوا دلوقتي. اجيب توم، فصين توم، شوية من البقدونس والكزبرة مع بعض، ابدا اضرب دول مع بعض الاول. شويه من الزيت عشان يلفوا معايا كويس، وسنه خل. احط بقى التتبيله بتاعتي معايا بالمره. احنا قلنا هنحط شطه وهنحط كمون مع السمك. الشطة هنستخدمها النهاردة فريش، شوية فلفل أبيض، شوية ملح، أبدأ كده إيه أجهز التتبيلة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعتوا اي حاجه؟ انا ما كنتش بقول اي حاجه اساسا. محتاج انا حاجه واحده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كمون ده اساسي مع السمك. شغل الجريلا بتاعتي. نحط شوية كمون ونزود شوية زيت عشان يعمل معايا تتبيلة حلوة. كمون أساسي، والتوم، كمون وتوم أساسيين مع مين؟ يحبوا السمك أصحابه. شوية زيت زيتون ونزود شوية خل. يبقى أنا كده إيه التتبيلة بتاعتي جاهزة. التتبيلة ديت أنا عايز أضيف ليها كمان حاجة واحدة. انا عندي شرايح بصل اهي تستخدمها برضو. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم دلوقتي عشان انا اصلا هلف فيها كمان الايه البطاطس ديت مع الفلفل. ننظف المكان اللي بهدرته الرحايه دوت او الخلاط. حلو قوي زي الفل. محتاج انا ايه بقى دلوقتي؟ اخر حاجة. يبقى انا كده ايه؟ نشيل الخلاط بتاعنا او الكبة بتاعتنا. انا مشغل الجريلا بتاعتي، شغل الفرن بتاعي. كده عشان يبقى ايه الدنيا تمام. انا عايز اعمل حاجة حلوة. اجيب الطاجن بتاعي ده
هعمل ايه بقى؟ شوف البيتزا الجريلا بس بتاعتي حلوه قوي، شويه زيت، لا سيبها شويه. عايز اقطع انا البطاطس، احط ديت هنا واحط عليها شويه زيت. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم، وانا عشان وانا شغال على انا هشمطها على الجريلا الاول، وبعد ما اشمطها على الجريلا هجيبها تمام، اكون محضر تتبيله حلوه ليها هي والبطاطس وكل دوت، وابدا انزلها فين؟ في قلب الفرن. طبعا انا لو حطيت الحشوه بتاعتها وكل حاجه دلوقتي فيها ونزلتها على الجريلا كل دوت هيتبهدل معايا، بس انا ممكن اعمل ايه؟ بعض حاجات سليمه كده هبدا احشي بيها السمكه، هتديني ريحه حلوه برضو، وهي بتاخد وهي بتتبهدل على النار. عايز انا اقطع بقى ايه بقيه الحاجه ديت، هغسل ايدي غسله حلوه. انا عايز اقطع طماطم وفلفل والبطاطس انا عندي جاهزه متقطعه محطوطه في ميه. نبدا نجهز الحاجه ديت. لما نيجي نتكلم عن السمك وما اجي اشتري سمكه هقول لكم برضو بعض علامات ليها. السمكة أول حاجة بالنسبة للعين تمام، العين بتاعتها ما يكونش عليها أي مادة بيضة، يعني مثلا السمكة هنا كل ما بتكون لمعة كل ما بتكون معناها إن السمكة ديت فريش، كل ما بيكون مثلا بقها البق بتاعها نضيف، بق بتاعها نضيف كده ما فيهوش أي مواد لزجة، يبقى معناها إن السمكة دي فريش. في لون هنا بيبقى اللون بتاعها لامع تمام، معناها برضو إن السمكة فريش. بضغط على السمكه كده ولو هي بصوا اللحمه، بص لو اللحمه بتطلع معايا على الطينه بسرعه اهيت، معناها برضو ان السمكه ديت ما فرزتش، معناها ان السمكه فريش. لما السمكه بتفرز يعني بتتجمد وترجع تشتغل ترجع مثلا تفك تاني، اول ما بضغط على السمكه كده اللحمه بتاعها طبعا بيبدا ايه ما بقاش كويس، بيريح معايا شويه، فكت فرزت فكت فرزت، الحاجات دي كلها بتبقى عامل وحش قوي بالنسبه للسمكه. يعني معنى ان اللون بتاعها ضغطة الاصبع. بالنسبة للخياشيم بس طبعا الخياشيم وكل الحاجات دي متشالة من عندي دلوقتي، كل ما بكون حمرة لونها وردي معناها ان السمكة بتاعتي فريش، عشان نعرف نشتري السمك ازاي من السوق. هقطع كمان طماطماي، فاضل عندي واحدة فلفل. ممكن اخد الحاجات ديت على الجريلا معايا دلوقتي، وممكن اخدها نية. يعني انا هعمل ايه دلوقتي؟ هقوم جاي اعمل ايه؟ تديني ريحة حلوة. انزل بالطاسة دي تحت. طول انت ما حطيتش اي حاجه على الجريل اقول لكم انا عارف. ابدا اجيب في عندي تاني البطاطس، كمان واحدتين. لو انا عايز ادي البطاطس ديت لون حلو ممكن شويه كركم تمام، وابدا احطهم معاهم قبل السلق، هيتحول لونها للون الايه؟ الاصفر، يدي معايا شكل حلو. ما حطيتش اي حاجه لغايه دلوقتي. ها اجيب شويه زيت فوق الحاجه الماده الغذائيه اللي انا شغال عليها كده كده، تبدا بقى ايه تعيش مع نفسك. لو عندي اي نوع من الاعشاب اي حاجه عندي ببدا انزل بيها كده بالراحه، شويه ملح بصوت
انا بعمل ايه؟ انا عايز الريحة بتاعت الحاجة دي. ريحة بتاعت ايه؟ بتاعت الجريلا بتاعتي. انا عايز ريحة الجريلا دايما بيبقى في الاكل جميلة. فانا محتاج، انا هعمل شوية، هعمل سمكتين، محتاج بقى يبقى هي ذات نفسها متاخدة على الجريلا، والخامة اللي برضو اللي معاها برضو واخدة ريحة الجريلا. هيبقى انا حطيت شوية فلفل ابيض وشوية ملح على كل الحاجات اللي عندي ديت. ابدأ ايه؟ هنضيف مكان. عندي فلفلاية صفرة، كوب ديت مرمياشي، اشتغل بيها مثلا في صوص او اي حاجة. اغسل السكينة بتاعتي واشوف خضار بتاعي. محتاج انا واحدة من الفلفل، ايه تاني يحاوي حلوين او زفر. نبدأ بقى، عايز اجيب طبق بسم الله. طماطم مش محتاجة كتير، طماطم بتهالي كأنها استوت. لسعه الجريلا في الاول، بصوا من غير الزيت تمام، اللي هو بص اللي هو اللون ده، اللون الاسود دوت، بيدي ريحه وطعم جميل جدا. جربوا، ما عجبكمش ما تجربوش تاني، بس والله ان شاء الله هيعجبكم. اللي هو الحاجات دي من غير، قبل ما احط زيت، قبل ما احط اي حاجه على الجريلا، احطها كده بس بسيطه، بس تكون الجريلا بتاعتي سخنه. مش مطالب ان انا اسوي الفلفل اساسا، انا عايزه ياخد الريحه بتاعت الجريل. اجيب انا بقى ايه، حتتين الفلفل الاصفر دول، واشيل الحته ديت عشان البذر طبعا احنا مش بنحبه في قلب الفلفل. هنهدي على البطاطس شويه، ديت خلاص مش محتاجينها تاني، مش حلوه، ما استحملتش. انا اديت البطاطس دلوقتي ايه، ريحه حلوه، الفلفل والطماطم نفس الحكايه تمام. انا ما بسويش، انا عايز بس ريحه بتاعت الجريلا بتاعتي تبقى في قلب الاكل كله. لما اجي استخدم الجريلا ما ارميش زيت كتير على الجريلا، حاجه بسيطه خالص عشان ما تعملش دخان وما تبهدلش الدنيا. انا محتاج ان الماده الغذائيه ما تلزقش في السطح، مش محتاج ان انا لو عايز اخدها في الزيت هاخدها في الزيت. انا محتاج شويه زيت بسيط خالص يعملوا لي عازل بين الماده الغذائيه وبين السطح بتاع الجريلا. اول ما انزل بالحاجه مثلا بطاطسايه نزلت بيها على شويه زيت بسيط خالص ما تمسكش في قلب بتاع في الجريلا بتاعتي. ده الهدف من كميه الزيت البسيطه. وكده كده الماده الغذائيه البطاطس او اي حاجه احنا بنحطها بتنزل نسبه ميه مع الزيت، بيديني ايه الطروه بتاعه اللي انتوا شايفينها دلوقتي. ابدا اخد الحاجات دي كلها كده وننزل بقى في الايه، في المارينيه اللي احنا عاملينه. اوعى تقع، هزعل منك قوي. ابدا انضف الجريلا بتاعتي كده تمام، واسيب الجريلا تسخن برضو زي ما هي كده. انا محتاجها سخنه ليه؟ عشان السمكه بتاعتي. ما انزلش بالسمكه دلوقتي، لان لو نزلت بالسمكه السمكه بتاعتي هتجيب ميه وهتمسك في قلب الجريلا. محتاجة البتاع الجريلا دي تكون سخنة بجد، ومرميش عليها زيت، وحاول اشيل الزيت اللي عليها دوت لو عرفت، ما عرفتش خلاص ما فيش مشكلة، بس
الزيت اللي عليها ده هيعمل لي دخان وهيبهدل لي الدنيا، فانا بحاول بقدر الامكان امنع حته الدخان دي. هسيبها تسخن شويه، هكون انا بقى ايه حضرت. بسم الله الرحمن الرحيم. جيب كده، عايز انا احط شويه هنا. هتقولوا لي ده انت استخدمت الحاجه دي نيه وكل ده هيخش الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن انزل هنا كده بالبطاطس وابدا ارفع واحده واحده. يبقى انا كده تبلت البطاطس بتاعتي تبديله سريعه بايه؟ بالكزبره والشبت والبقدونس والثوم والملح والكمون والفلفل الابيض. مش محتاج انا اتبل الثانيه اهوت. لو انا محتاج مثلا اسوي البطاطس دي تسويه نص تسويه او ربع تسويه ما تفرقش معايا، انا كده كده انا دلوقتي خدتها على الجريلا. لو انا عايز اسلقها نص سلقه عادي، ولو عايز لونها يبقى اصفر احط لها شويه كركم تدي معايا شكل حلو. واحده واحده كده بالراحه. كل دوت هيتعامل معاه ايه؟ هيخش الفرن وينزل عليه بقى ايه تتبيله السمك على ده كله. تظبط لنا الكلام. الوان حلوه، شكلها جميل، والطعم ان شاء الله هيعجبكم ان شاء الله. الجريلا بتاعتي بتقول لي ما يلا بينا نشتغل، اقول لها انا الاثنين حاضر. انا خلاص خلصت اساسا، ممكن احط دي هنا. نبدا نشوف السمك بتاعنا. ناخد ده على الجريلا. سامعين؟ شوية زيت صغيرين مش كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ أنزل بإيه بقى؟ بالسمكة بتاعتي كده. سنة صغيرة حلو قوي. اشمطها شمطة حلوة كده سريعة وهنرجع نحطها هنا ننظف البايركس بتاعنا دوت. لما نيجي نتكلم عن فايدة السمك، احنا عايزين نعرف ايه هي فوائد السمك. فايدة السمك اول حاجة السمك غني بالاوميجا 3. الاوميجا 3 دي مفيدة لايه؟ مفيدة لبناء الانسجة وبناء العضلات. يعني كل ما اكل سمك حافظ على العضلات بتاعتي. عايز احافظ على ضوافري اكل سمك، عايز احافظ على نضارة وشي اكل سمك. بالنسبه مفيد جدا للست الحامل برضو. غني بالكالسيوم والفوسفور، يعني حاجات كتير قوي مع السمك. بسم الله. انا كل دوت ما حطيتش ايه، ما حطيتش اي تتبيله على مين، على السمك. السمك لسه ابيض. كل اللي انا عايزه عايز ازود شويه زيت، اخر شويه زيت عندي. كسير الحياه بتاعي خالص، سنه خل كمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ بسم الله هبدا بالسمكه كده وبالتانيه كده وابدا ادخلهم فين الفرن. هتقول لي فين يا عم محاول التتبيله بتاعتك؟ اقول لكم عنها الاثنين ثواني. احلى حته تتاكل في السمكه فين؟ بطن السمكه. احلى حته في بطن السمكه هي انضف حته فيها. نبدا ونقول بسم الله وندخل الفرن. نرجع من الفاصل، نرجع بعد الفاصل نلاقي السمكه بتاعتنا ايه استوت، ونعمل معاه سلطة الطحينة اللي هنعملها النهاردة بشكل جديد. ابقوا معنا.